بالأمس رصدت كاميرا قطاع الأخبار اليوم الأول لاستقبال مخالفي الإقامة بمقرهم بالفروانية تمهيدا لمغادرتهم وفق الإجراءات التي حددتها وزارة الداخلية. واليوم راح نستعرض معكم استكمال الإجراءات بحق المخالفين لليوم الثاني. معنا الزميل رائد الشمري على الهواء مباشرة من مقر استقبال مخالفي الإقامة ليطلعنا على آخر المستجدات في هذا الخصوص. إن صبح عليك بالخير زميلنا رائد، وخبرنا ماذا لديك. صباح عليك بالخير زميلة مريم وعلى سادة المشاهدين. بالفعل يمكن منذ الأمس انطلقت هذه الحملة، وأيضا بعد صدور قرار وزارة الداخلية بالتسهيلات المقدمة لمخالفي الإقامة، كما نشاهد ونتابع بالأمس يعني وصولا لليوم منذ صباح الباكر ابتداء من الساعة 8 وحتى الساعة 2 ظهرا يتم استقبال مخالفي الإقامة بتسهيلات صراحة لاقت تفاعل بالنسبة للعمل مالا وايضا مخالفي الاقامه ابتداء بالجنسيه الفلبينيه، والتي حسب الجدول الذي وضع والخطه المبرمجه بالنسبه لوزاره الداخليه لتعديل اوضاع مخالفي الاقامه وتسهيلات كما هو معروف بالغاء الغرامات وايضا توفير تذاكر الطيران بالنسبة لهذه العمالة المخالفة للإقامة، تمهيدا لأكيد مغادرتها إن شاء الله بعد اكتمالها بعد شهر. أيضا أمور عديدة صراحة لم يغفلها القائمين في وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات أخرى كدفاع مدني كهيئة العامة للقوى وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. نشاهد نتابع أيضا السلاسة باستقبال الأعداد. مدرسة الفروانية الابتدائية هنا في منطقة الفروانية هي تستقبل الأعداد بالنسبة للرجال، وأيضا مدرسة أخرى في الفروانية تستقبل النساء. الأعداد يعني يمكن من الأمس حتى اليوم تتجاوز 700 عامل مخالفين للإقامة، تم التعامل بهذه الإجراءات بشكل سلس وتسهيل لهذه العملية، تسهيلا للرسالة مؤكدا في المرحلة المقبلة لبلادهم. يعني تسهيلات اليوم يشيد فيها الجميع أمانة في ضمن أكيد الخطط الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. تفاعل يعني جيد مع اليوم الثاني بالنسبة لهذه العمالة، كما ذكرت تجاوزت الأعداد 700 بالنسبة لمخالفي الإقامة. التسهيلات يعني نؤكدك كما نشاهد ونتابع ونتلمس من قبل هذه العمالة يعني الرضا بإلغاء الغرامات العديدة التي قد تصل إلى مبالغ كبيرة، وأيضا توفير تذاكر السفر، وفي الجانب نفسه أيضا توفير مكان يأتي المخالف للإقامة وإنهاء جميع إجراءاته يذهب إلى مقر إيواء مجهز بجميع مستلزمات الحياة المعيشية الكريمة من وجبات غذاء، من مشروبات مجانية، وأيضا حتى صدور وتنسيق مع الوزارات الخارجية أكيد بالمغادرة لبلادهم. اليوم العمالة الفلبينية ستستمر حتى 5 أبريل، 5 أيام أخرى أيضا ستكون للجنسية المصرية، بعد ذلك للجنسية الهندية، وعلى هذه الوتيرة حتى نصل للجنسية البنغلاديشية، وأخيرا الجنسية السريلانكية. أيضا يعني نهاية الشهر سيكون لجنسيات عديدة، يعني الخطة الموضوع لم تترك من طافه مثلا من الجنسيات الأخرى في البداية، بإمكانه بنهاية الشهر ابتداء من 26 حتى 1 أو قبل 1/5 سيكون أيضا هناك مجال لمخالفي الإقامة بتسهيلات تسجل باسم دولة الكويت كما عهدناها بأكيد الرؤية الإنسانية لهذه العمالة الوافدة، وتسهيل إجراءاتها من أجل مغادرتهم البلاد بشكل قانوني، وأيضا تتيح لهم عودة في الفترة المقبلة إذا ما أرادوا إن شاء الله العودة حسب الإجراءات والنظم واللوائح. نعم زميلة مريم. نعم الزميل رائد الشمري والموجود حاليا في مقر استقبال مخالفي الإقامة ضمن حملة غادر بأمان، شكرا جزيلا لك. وأيضا الشكر الموصول لجميع قطاعات الدولة التي تعمل على قدم وساق ضمن هذه الحملة من وزارة البلدية وأيضا وزارة الداخلية والشؤون حتى وزارة التربية التي وفرت هذه المدارس لاستقبال هذه الحملة.